لمناقشة تطورات القصف الذي استهدف معسكر التاج الشمالي بغداد، معنا من باريس عبر سكايب السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير، بداية مرحبا بكم. هجومان عنيفان خلال أيام يستهدفان معسكر التاجي حيث تتمركز القوات الأمريكية، ما المراد من هذه الهجمات؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. من الطبيعي أن ما يحدث في الوقت الحاضر في العراق هو نتيجة للتداعيات الأخيرة التي حصلت في العراق من وجود انتفاضة ترفض النظام التابع إلى إيران، وكذلك الوضع الإقليمي ووضع إيران الهش الذي زادته مشكلة كورونا التي عصفت بالمجتمع الإيراني بعد أن كان مجتمعا يعني قد وقع تحت العقوبات الاقتصادية. إذا الولايات المتحدة الأمريكية لها خيار واحد الآن في نظري أنا، أن الخيار الأول للولايات المتحدة هو انتهاز الفرصة لطرد عملاء إيران في العراق، لأن المناسبة قد تسمح للولايات المتحدة الآن، ولأن الرئيس الأمريكي ترامب وكما قال هو يريد أن يطرد إيران من العراق، ولأن أمريكا مع الأسف تريد أن تبقى في العراق، لأن أمريكا لها مشروع إمبريالي لا تريد أن تترك العراق، وتجد أنها الفرصة المناسبة الآن لطرد أو قتل الزعامات التي تتزعمها الميليشيات أو يعني طردهم إلى إيران لترك العراق. هذه هي يعني الإيضاح لما يحدث الآن في العراق. بطبيعة الحال الاتهامات وجهت للميليشيات المرتبطة بإيران، يعني ما سر توقيت هذه الهجمات وما الرسائل التي تحملها؟ من الطبيعي أن يعني الإيرانيون قد فقدوا البوصلة في العراق، لأن الوضع العراقي قد تغير، وكذلك هناك يعني مشكلة تتعلق بالوضع الداخلي للعراق. الكل يعلم بأن من يريد أن يخرج الولايات المتحدة من العراق هي الأحزاب التي أو الميليشيات التي استطاعت أن تختبئ وراء عباءة البرلمان، زعماء الميليشيات الذين دخلوا إلى البرلمان بصفة الشرعية المزيفة للديمقراطية الأمريكية التي جاءت للعراق. هم هؤلاء الذين يريدون أن يدفعوا الولايات المتحدة، ليس لأجل إيران يعني 100%، ولكن ضمانا لبقائهم في عراق تابع إلى إيران يضمن لهم البقاء في هذه الدويلة التي لم يسبق العالم أن يعرف من يعني كمثلها. إذا هناك نوع من التشبث في السلطة، وهناك نوع من الهروب من الأمام، لأن ليس هناك أي طريق آخر بعد خروج إيران من العراق، لأن هؤلاء سوف يعني يخرجون من العراق ويذهبون إلى إيران. سيد أمير، لماذا يعني في البداية الميليشيات تبارك هذه الهجمات بينما تنكر تارة أخرى؟ كيف تقرأ هذا التناقض؟ هذا هو يعني هذه هي الإشكالية، لأن الميليشيات تعرف بأن قوة الردع الأمريكية هي قوة كبيرة، ولكن ليس يعني إذا حللنا الحالة النفسية والحالة الاجتماعية لوجود هذه الميليشيات، يعني نجد بأنها هي شخصيات ليس لها أي تفكير سياسي أو أي تفكير يعني له علاقة بالسياسة، إنها عصابات يعني تعمل على حساب عقائد وعلى حساب يعني أفكار شخصية ليس لها أي صلة بالسياسة. إذا هي تضرب كما يضرب يعني العصابات، ولكنها تخاف بنفس الوقت القوة الأمريكية. أستاذ أمير، صحيفة بوليتيكال الأمريكية تقول إن واشنطن سوف تقوم باستهداف قادة الميليشيات، هل تتوقع المرحلة المقبلة ربما سيتم استهداف قادة الميليشيات كما حصل من قبل؟ شيء طبيعي، هناك خيار أمريكي واضح. الخيار الأمريكي الواضح هو إخراج أحزاب إيران من العراق، وأنا في نظري واعتقادي الشخصي بأن ما حدث في العراق قبل حوالي شهرين بعد مقتل قاسم سليماني والمهندس، هناك يعني شيء قد كتب على الطاولة في العمل على تصفية رؤوس الميليشيات في العراق، لأنها تمثل الثقافة الإيرانية في العراق، وبدون هذه الرؤوس لماذا يعني لماذا الصراع على أرض العراق؟ لماذا لا يكون خارج أرض العراق؟
ليس الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اختارت هذا الصراع، ولكن وكما نعلم بأن الأيديولوجية الإيرانية هي أيديولوجية تستعمل يعني الشعوب التي استطاعت أن يعني أن تدخل في ثقافتها في العراق، في اليمن، في لبنان. إذا إيران لا تريد ولم تكن أيضا في تاريخها لم تستعمل أي يعني قوتها الداخلية لمواجهة أي دولة، ولكن تستعمل الآن العراق والعراقيين المضللين من الطبقة الكادحة في العراق الذين يعني أنا في نظري يعني هم أبناء العراق، ولكن ظللوا بواسطة رؤوس ميليشيات وقحها كالعامري ويعني والمهندس. هؤلاء هم يعني عملاء لإيران يستعملون طيب الشعب أمير، العراقي لصالح الأجندة الإيرانية. وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أنها لن تتسامح مع استهداف قواتها في العراق، يعني برأيك سيقتصر الرد الأمريكي أيضا على القصف أم ما هي حدود هذا الاستهداف أو هذا التهديد؟ هناك عدة تحاليل تتعلق بهذا الوضع يعني، ولكن أنا في نظري ما لاحظناه من تداعيات ومن أحداث منذ حوالي أكثر من شهرين، يعني نلاحظ ونشعر بأن هناك خيار أمريكي واضح قد وضع يعني أمام الأعين، وهو ضرب إيران وخروج الميليشيات من النظام السياسي العراقي. وما نراه الآن من عدم وجود حكومة ليس لها أي يعني دور حتى ولو في يعني تمثيل العراق له، فهو دلالة على أن الولايات المتحدة لها استراتيجية جديدة لتغيير النظام السياسي في العراق والعودة إلى نظام يعني تابع لها، وكما جاءت فيه في 2003، لأن الولايات المتحدة وكما قلت قبل قليل لها يعني استراتيجية ولم تأتي للعراق نتيجة لخطأ ولكن نتيجة لاستراتيجية أمريكية واضحة. نعم، من باريس عبر سكايب السياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك.